خرج بهذا الكذب. المنافق نسأل الله السلامة والعافية هو كاذب في قوله لا إله إلا الله. هل تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفع. وبعد هذا المحبة، وفقك الله لما أحبه. المحبة يحب من؟ يحب الله. نعم، ولا يحب أحد مع الله، لأن الكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا هذه المعبودات مساوية لله في المحبة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله في المحبة، وتقدم معنا أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الثاني محبة في الله أو لله، واجبة من أوثق على الإيمان، يحب من؟ يحب العمل والعامل والأزمنة والأمكنة. والقسم الثالث من المحبة محبة طبيعية جائزة، كمحبة الولد والوالد، بشرط ألا تقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبعد هذا الانقياد. الانقياد يعني ينقاد إلى ماذا؟ إلى الشريعة. وضد الانقياد الترك. ولهذا سيأتي معنا في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا يعمل. نعم. بعد هذا قبول. القبول لا يمكن أن يرد شيء من الشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن أنكر الصلاة ولو كانت نافلة لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرسول. نعم. بعد هذا الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ركن الشهادة. نعم. بقي مال. طيب قبول ذكر. بعد هذا يقول مثل للشرك الأكبر أمثلة للشرك الأكبر. انتبه. الذبح لغير الله محبة أصحابه. فتح الله عليه. قال الذبح لغير الله محبة وتعظيما، لأنه عندنا ذبح لغير الله جائز. نعم. مثال الذي لا يفهم التقسيم الذي ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الذبح انقسم إلى قسمين: ذبح لله وذبح لغير الله، انقسم إلى قسمين: شرك أكبر وجائز. مثال رجل خرج بذبيحة كبش ويمشي بها إلى القبر، نسأل الله السلامة والعافية، رأى إنسان وقال إلى أين؟ قال إلى القبر. قال يا أخي اتق الله، هذا شرك أكبر هذا الفعل، لأنه ذبح لغير الله محبة وتعظيم. قال إما أن تسكت أو أضعك هنا مكان الكبش. فهذا الرجل راقب الآخر، فجاء هذا عند إلى القبر وسمى وأنهر الدم وذبح بمحدث وصنع كل شروط الذكاء الشرعي وترك الذبيحة طبعا ومشى. الآخر هذا أخذ الذبيحة وأكلها، يجوز أو لا يجوز؟ سبحان الله، يا رجل نقول لك سمى وأتى بكل شروط الذكاء إلا شرط واحد: أهل به لغير الله، فهذا ميتة، الأصل تجر الكلاب. أي نعم، فلا تنفع هنا. هل تنفع التسمية؟ لو سمى على كلب قال بسم الله والله أكبر وأنهر، يصح؟ لا يصح. نعم. لا، هذا أمر آخر، يعني هو يسجن أو كذا يسمى على كذا، هذا أمر آخر عندكم هنا ما أدري. طيب نعم، الله أعلم، ما أدري يعني صحة هذا الكلام، أنا لا أدري.
الذبح لغير الله محبة وتعظيم. نعم. دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ودعاء العبادة كذلك كمن صلى وصام وحج لغير الله. نعم. أن يرجو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه. نعم. أن يخاف. الخوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر، النذر لغير الله وغيرها، والتوكل اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضار، شرك أكبر. نعم. فتح الله عليك. نعم. أنت؟ أنا؟ لا، خلفه. أي نعم. نعم. أمثلة للشرك الأصغر. الرياء. الرياء سماه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يسير الرياء كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الحلف بغير الله، الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، لكن قد يصل إلى الشرك الأكبر، مثل أن يحلف بالنبي بالأمانة بالعهد، وهذا موجود ترى أخواني، أنه بعض الناس هدانا الله إياه تقول له والله ما حدث كذا، قال أمانة، يعني ماذا؟ احلف بالأمانة أو يحلف بالأمانة، يحلف بتربة القبور، بشيبة والدي، بشيبة جدي، بكذا. نعم. طيب، قول القائل ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت. نعم. طيب، فتح الله عليك. يقول أنواع الشرك. نعم. أكبر وأصغر. أكبر وأصغر، وهناك من يقسم الشرك إلى أكبر وأصغر وخفي. وإذا قسمنا الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، نقول الخفي تارة يكون أكبر كالنفاق الاعتقادي، وتارة يكون أصغر كالرياء. صح؟ نعم. نعم. أجلس، فتح الله عليك. أما بقية الأشياء التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل تتعلق بالإيمان والإحسان، مرت معنا في الأصول الثلاثة فلتراجع. بعد هذا قال شروط الصلاة، من يذكر لي الشروط كاملة؟ نعم، بسم الله. لا أمامك. لا نعم. الإسلام وضد هذا الكفر، أول ما يخاطب به الكافر، أول ما يخاطب الكافر يخاطبه ماذا؟ أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يختتن أو المرأة تحتجب، الدخول في دين الله بالشهادتين. نعم. إن صلى الكافر، انتبه، إن صلى الكافر، دخل الكافر المسجد وصلى فهو مسلم حكما، إن تظاهر بعد الصلاة وقال أنا أتلاعب، نقول لو بقيت على ما أنت عليه لا، فأنت كافر، لكن عندما أظهرت لنا الإسلام ودخلت المسجد فأنت حكمنا على الظاهر بالإسلام، فعندما أظهر أنه غير مسلم نحكم عليه بأنه مرتد. نعم. لكن من يا أخواننا، هذه مسألة معروفة، من الذي يقيم الحدود؟ السلطان. نعم. فهل لي مثلا في هذا البلاد أن أقيم الحدود؟ لا، الذي يقيم الحدود هو السلطان. صح؟ أي نعم. أنت الآن دورك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة، أي نعم، أما الحدود ما يقيم إلا السلطان. طيب، الثاني العقل، فضد العقل مجنون، الجنون، فلو صلى المجنون صلاته باطلة، لأنه قد يصلي، قد يصلي المجنون لكن صلاته باطلة، لماذا؟ لأنه ليس لديه نية أصلا. نعم. التمييز، وقلنا التمييز هو التفريق بين الأشياء، يعني يعرف السؤال والجواب، وفي الغالب أن ابن 7 سنين مميز. نعم.
رفع الحدث أي حدث؟ الأصغر والأكبر. الأصغر والأكبر. وبعد هذا؟ إزالة النجاسة. إزالة النجاسة عن ماذا؟ عن ثلاثة أشياء، عن البدن والبقعة والثوب. نعم. ستر العورة. ستر العورة. وقلنا أحسن من هذا أن تقول أخذ الزينة، لأن هذا الذي جاء في القرآن. وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة قال فافعل. نعم. أخذ الزينة سيأتي معنا. دخول الوقت لابد أن يصلي بعد دخول الوقت، فلو صلى قبل الوقت أو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها وكانت هذه الصلاة لا تجمع، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، فالصلاة باطلة أو كلا. نعم. استقبال القبلة في أي، في الفريضة أو في النافلة، في الحضر أو في السفر، في الفريضة أو في النافلة، إلا أن المسافر إذا صلى النافلة يصح أن يصلي حيث توجهت بالدابة أو الراحل أو القطار أو الطائرة، أما الفريضة لابد من استقبال القبلة. نعم. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يصح أن يقول اللهم نويت أن أصلي في هذا اليوم الجمعة الموافق لكذا وكذا مؤتما بفلان بفلان. ماذا يقول؟ لا يقول شيء. ولو نوى على ما ذكرنا بالأمس فرض الوقت صحت، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. نعم. فتح الله عليك. نعم. يقول ذكرنا من هو المميز ورفع الحدث، إزالة النجاسة، أقسام أخذ الزينة في الصلاة. أقسام أخذ الزينة في الصلاة الثلاث. نعم. العورة المغلظة، مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة المرأة تستر كل البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأمة، البالغ خرج بهذا الصغيرة. قلنا لابد أن تعرف أن هذا الباب في صحة الصلاة. أما النظر إلى الأمة، النظر إلى الصغيرة، النظر إلى الأمرد، هذا باب آخر. نعم. المخففة الذكر ابن 7 سنين وعشر سنين يستر. نعم. والمتوسطة من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كمال الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أجلس. فتح الله عليك. أركان الصلاة. نعم. القيام مع القدرة. هل القيام في الفريضة أو في النافلة؟ أو في الفريضة والنافلة؟ تفصيل. في الفريضة. أما النافلة يصح أن يصلي جالسا أو على جنب، لكن إن صلى جالسا أخذ نصف أجر القائم، وإن صلى على جنب نصف أجر القاعد وربع أجر القائم. القيام مع القدرة، كيف تعرف القدرة؟ أنه لا يقدر على القيام بالكلية، أو يقدر لكن يأتي ألم شديد ولا يخشع في صلاته، فهذا عاجز. إذا كان يقدر على القيام معتمدا على عصا يصح أن يقوم. يقدر على قيام مقدار تكبيرة الإحرام، نقول تقوم وتكبر الإحرام ثم تجلس، ومتى رجع النشاط تقوم نصف الفاتحة يقوم. أي نعم. يقدر على القيام في الركعة الأولى ولا يقدر على القيام في الركعة الثانية، يقوم ولا بد. فتح الله عليه. أجلس. بعده. نعم. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام
لو قال قائل فلان لم يكبر تكبيرة الإحرام وقال الإمام يكبر عني، لا توجد صلاة باطلة، إذن يكبر تكبيرة الإحرام، هل تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين؟ لا. سؤال، هل تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين؟ لا. لو رفعت يدي الآن هكذا وضعت اليمنى على اليسرى دخلت في الصلاة؟ لا، لم يرفع اليدين وقال الله أكبر نوى بها تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة؟ هذه هي تكبيرة الإحرام، مفهوم؟ طيب اجلس فتح الله عليك. نعم يا أخي. بعد هذا لماذا يقول القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة وما نقول التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجلسة بين السجدتين والسجود أعضاء السبع؟ لأن هكذا رتب العلماء، والعلم متى دخل بإذن الله مرتب يخرج إن شاء الله مرتب، ودخل مشوش يخرج إلا إن شاء الله. قراءة الفاتحة في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة والنافلة. في الحضر أو في السفر؟ في الحضر أو في السفر. في السرية أو في الجهرية؟ في السرية والجهرية، وقلنا أحوط هذا الذي أفتى به الشيخ بن عثيمين رحمه الله. في كل ركعة أو في الركعة الأولى؟ في كل ركعة، إلا إذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة. من أسقط عنه الفاتحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوجب عليه يعني جعل الفاتحة ركن. نعم. طيب لم يتمكن من قراءة الفاتحة لأن الإمام يعني يسرع سرعة يعني شديدة، ماذا يصنع؟ لابد من القراءة. يشترط في قراءة الفاتحة أن يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وبحركاتها، صح؟ أي نعم. فلو ترك منها شيء فالصلاة باطل. فتح الله عليك. نعم. بعد هذا الركوع وبعده نعم امشي السجود أعضاء السبع. نعم الرفع منه، لماذا قال الرفع منه هنا والجلسة؟ لأنه قد يرفع بدون جلوس. نعم الجلسة بين السجدتين. اتفق أهل السنة والجماعة أن الوحي لا ينزل على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم غير هذا فهو كافر. اجلس. نعم. الطمأنينة في جميع الطمأنينة، كيف تعرف الطمأنينة؟ الأقل أن يؤدي بالواجب. نعم، أنه إذا جاء بالذكر الواجب في الغالب حصل الطمأنينة. الله يفتح عليك. اصبر. بعد هذا ترتيب بين الأركان. نعم لو ركع ثم بعد هذا رفع وقرأ الفاتحة يصح؟ لا يصح. نعم التشهد الأخير، التشهد الأخير خرج بهذا التشهد الأول. صلاة الفجر تشهد أخير أو أول أو ثاني؟ الأول أو الأخير. نعم لا يوجد إلا تشهد واحد، فحكم هذا التشهد في صلاة الفجر ركن. ما حكم التشهد الأول؟ واجب. التشهد الثاني؟ التشهد الثاني؟ نعم التشهد الثالث. التشهد الثالث؟ نعم يوجد صلاة فيها أربع تشهدات، لو تأخر يعني؟ لو تأخر فتح الله عليك وأدرك الإمام في التشهد الأول في صلاة المغرب يدخل مع الإمام تشهد أول عند الإمام صحيح، ثم يقوم الإمام ويجلس التشهد الثاني
ثم يقوم هذا المسبوق ويأتي بركعة ويجلس للتشهد، ثم يقوم ويأتي أربع تشهدات، أول وثاني ثالث ورابع، صح؟ أين الركن في هذه الأربعة؟ ما أدري. الأخير فتح الله عليك. أجلس. أحسنت. بعد هذا. نعم. التشهد الأخير والجلوس له. لأنه قد يتشهد وقائم. والجلوس له. وبعد هذا. الصلاة الإبراهيمية. وبعده. أي تسليم؟ الأولى والثانية. الأولى والثانية على ما يرى الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. أجلس. طيب. واجبات الصلاة. نعم. واجبات الصلاة ثمانية أولاً. التكبيرات. من قال أنها ثمانية؟ من؟ العلماء. في دليل من الكتاب والسنة على أنها ثمانية؟ تتبع الاستقراء. تتبع الاستقراء ليس بدليل. هو قال ليس بدليل عندي. نقول أن هذا الكلام بدعة. أي كلام؟ لو قال لك قائل عندما تقول الشروط كذا والأركان كذا والواجبات كذا، حتى ذكر الشروط والأركان والواجبات هذا من البدع، نقول لهذا أنت الذي لم تفهم البدعة أصلاً، لأننا لا نتعبد لله بالشروط والأركان والواجبات، نتعبد لله بالصلاة، وهذا من باب تقريب الصلاة إلى الناس. والعلماء تتبعوا الأدلة وذكروا دليل على كل ركن من أركان وكذلك الشروط والواجبات والسنة، صح؟ نعم. ولو جاءنا عمي وقال أنا لا أعرف هذه الأشياء وأنا أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قم أصلي، صلى وأتى بالشروط والأركان والواجبات التفت عنه الموانع في الصلاة، صحيحة. وأنت الذي لا تفهم العلم ولا تريد أن تسير على درب العلماء، مفهوم؟ أي نعم. بعد هذا قلنا عندنا تكبيرة الأحرام ركن، وبقية التكبيرات على تكبيرة الإحرام واجبة، والتكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء، وفي صلاة الكسوف يعني في القيام الثاني بعد الركوع الأول، إيه نعم. وكذلك ما زاد على أربع تكبيرات في الصلاة على الميت، هذه تكبيرات زوائد سنة. يبقى معنا تكبيرات بدعية، نعم، ما لم ترد. طيب، جميع التكبيرات على تكبيرة الإحرام. قول سمع الله لمن حمده للإمام المفرد. ربنا ولك الحمد للجميع. سبحان ربي العظيم مرة واحدة. لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده الحمد لله. سبحان ربي العظيم هذا الواجب. ولو زاد بما ورد سنة. أو الثانية مثلا قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم الأولى واجب والثانية مستحبة. لو قال في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ولم يقل سبحان ربي العظيم، ترك واجب. إذا كان متعمد فالصلاة باطلة. جاهل نعلمه، ناسي فالصلاة صحيحة، صح؟ ويسجد للسهو، نعم. طيب، وقول سبحان ربي الأعلى، وهذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، وبين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة، وإن زاد بما ورد فهذا سنة. والتشهد الأول والجلوس له فتح الله عليك. السنن، سنن الصلاة، نعم. دعاء الاستفتاح في الأولى أو في كل الركعات؟ في أي ركعة؟ في الأولى فقط. في الفريضة أو في النافلة؟ في الحضر أو في السفر؟ في الحضر أو في السفر. إذا أدرك الإمام راكعا
سقطت عنه الفاتحة ذكرنا، ودعاء الاستفتاح كذلك لو ترك دعاء الاستفتاح ولم يأتي به فالصلاة عمدا صحيحة. لكن نقول يا أخي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل أن تصلي الصلاة على أكمل وجه. نعم، ماذا يقول؟ جعلك في الليل. ماذا يقول في الاستفتاح؟ سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك جدك أي جلالك وعظمتك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطايا. هذا الآن عندما يصلي كم يحفظ من أذعة الاستفتاح؟ قلنا هنا الخلاف خلاف تنوع، كم دعاء يحفظ؟ أقل ما يكون يحفظ دعاء واحد؟ لا، يضيف إليه آخر. لماذا؟ حتى يعني يخشع في صلاته ويعمل بالسنة على وجوهها. وأحيانا يكون أسهل على المكلف، قلنا تتوضأ مرة أحيانا في شدة البرد أو عندما تقام الصلاة، صح؟ أسهل على المكلف. طيب دعاء الاستفتاح، جعل كف اليد اليمنى على باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرسغ والساعد، أو قبض، إما وضع أو قبض، يضع هكذا أو يسدل أو يضع الخاصرة على ما تقدم معنا أو تحت السرة، خطأ. بعد هذا فوق الصدر. نعم فوق الصدر. حين القيام قبل الركوع بعد. نعم. رفع اليدين مضمومة. رفع اليدين مضمومة الأصابع. نعم. حذو الأذنين والمنكبين. نعم. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، لكن قلنا عند الرفع من الركوع عندما يركع بين الركوع والرفع يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. إذا استقام يقول ربنا ولك الحمد. نعم. ما زاد على ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مثل، أو لربي الحمد لربي الحمد، أو يزيد على سبحان ربي العظيم المرة الواحدة سنة، أو بحمده، أو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، أو غير هذا من أذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نقول في الركوع في السجود وبين السجدتين. نعم. جعل الرأس حيال الظهر. حيال الظهر في الركوع على استقامة واحدة، حتى لو صب عليه ماء لاستقر. المجافاة بين ثلاثة أشياء تقدمت معنا، وبعض الناس قلنا يظن أن المجافاة في وضع الكفين على الأرض، وهذا خطأ. الكفين على الأرض في السجود تكون حذو الأذنين أو المنكبين، والمجافاة هنا ليست هنا. نعم. رفع الذراعين على الأرض. رفع الذراعين لأنه لا يفترش، يرفع الذراعين على الأرض. نعم. جلوس المصلي جلسات الصلاة كلها، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى جهة القبلة وباطن الأصابع في الأرض. نعم. التورك في الصلاة الثلاثية والرباعية، وأخذنا صفة التورك. بعده الإشارة بالسباب التشهد، الصلاة والتبريك.